ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Anaya? كيف حالك؟ This is your course plan for this month. إن شاء الله we will start memorize سورة الغاشية. Okay, we can take just some آيات from سورة الغاشية. إن شاء الله until 15 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة. جزاك الله خيرا أنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله.